إفريقيا تكتب المستقبل هو شعار الصالون الدولي للكتاب في طبعته 26، طبعة حلت بها إفريقيا كضيف شرف، مناسبة للتعريف بسوق الكتاب والنشر في إفريقيا واكتشاف تنوع وثراء القارة السمراء. البرنامج الثقافي من 40 فعالية به 10 فعاليات ثقافية تتناول الأداب الإفريقية والفنون الإفريقية والثقافات بمختلف اللغات، بالإنجليزية وبالفرنسية وحتى باللغات وبالعربية وحتى باللغات المحلية بالهوسا والبربرة واللغات التاريخية المشتركة. واشتغلنا على مجموعة من الفعاليات، فعاليات متعلقة بالتاريخ، فعاليات متعلقة بالقصة، الرواية. عناوين مختلفة لمؤلفين أفارقة حجزت لنفسها مكانا في رفوف صالون الجزائر في محاولة لاستكشاف تاريخ إفريقيا قبل وبعد الاستعمار. سنحاول أن نقدم أعمالا أدبية من خلال الشرائط المرسومة والتي تكون مصدر اهتمام الشباب، وليس فقط الشباب الذين يهتمون بهذا الأسلوب، ويكون الأمر أسهل لإيصال الفكرة للقراء. الأدب الإفريقي استطاع أن يحجز لنفسه مكانة، فجائزة نوبل الأخيرة كانت من نصيب أديب إفريقي من تنزانيا، وبهذا يكون الأدب الإفريقي معترف به اليوم عالميا. جيت دخلت باش نكتشف الثقافة عن طريق الكتب وتصاور هذوما، خلونا نعيشوا لحظات من الجانب الإفريقي. الجناح الإفريقي عرف برنامجا ثريا بالندوات واللقاءات للمهتمين بالتنوع الثقافي، من بينها ندوة أقيمت حول الناطقين باللغة العربية في الدول الإفريقية. المثقفون بالعربية في أفريقيا جنوب الصحراء، أفريقيا التي لا تتحدث العربية، مشكلة أو المعاناة أو التحديات التي تواجههم تحديات ثقافية في الأساس، وإن كانت هذه تحديات ثقافية لها تشعبات في الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية والجوانب القانونية والجوانب الاجتماعية إلى آخره، ولكن في الأساس هي شأن ثقافي في الأساس. لماذا؟ لأنهم اختاروا أن تكون اللغة العربية وسيلة لهم في الحياة وفي التعبير وفي الكتابة وفي التعاطي وفي الأخذ. الصالون الجزائري للكتاب ليس مجرد حدث أدبي، بل تجربة ثقافية حية تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمان والمكان إلى أرجاء مختلفة من القارة الإفريقية، ومناسبة تعكس التزام الجزائر بتعزيز التبادل الثقافي بين شعوب القارة السمراء.